بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا في اللقاء السابق حول equilibrium of rigid body. تكلمنا كذلك الأمر عن القوى المؤثرة على rigid bodies سواء كانت external forces، وذكرنا أن internal forces عادة لا يكون لها تأثير في حسابات ردود الأفعال بسبب أنها قوى متساوية مقدارا متعاكسة اتجاها. فعندما يعني لما يكون الجسم أو الريجيد بوديز متكامل لا يظهر لها أي تأثير. اليوم إن شاء الله هنكمل تو دايمنشن ريجيد بوديز أو تو دايمنشن، وسنتكلم عن اللي هو حالة خاصة بتهمنا فيما بعد في تعريف بعض الممبرز من ناحية الانترنال فورسز اللي معرضة لها، واللي هو بيطلق عليه اصطلاحا تو فورس ممبر. اللي اذا بتتذكروا مرة اللي فاتت لما تكلمنا عن الجاك انه بتحمل اما يعني بتحمل ضغوط، وبالتالي ممكن اللي هو نستعل يعني يكون نستخدمه كركيزة في بعض ال خلينا نقول الإكويبمنت، بعض الماشينز، بعض الستركشرز ممكن يكون له وجود. للتذكير 3 scalar equation summation of x أو summation of y summation and oz equal 0، هدول بيعتبروا هم معادلات الاتزان. طب هل في غيرهم؟ بنقول لا، هم the only correct equation of equilibrium in two dimension. طبعا 3 dimension لسه احنا ما حكيناش عنه، حنتحدث عنه ان شاء الله لاحقا. معادلات الاتزان تبعته مش هنكتفي بثلاثة، حتزيد، حنشوف قديش اللي هو عددها. لكن من حيث المبدأ in two dimension في عندي 3 معادلات اتزان: summation about the x axis اذا كان انا بتعامل مع ال x y plane، summation about أو الـ summation of forces about the x-axis، summation of forces في الـ y-axis، summation moment about المحور العمودي على اللي هو المحاور اللي عليها الـ forces. واضح أنه الـ forces هنا على x-y، فالمحور العمودي بالتأكيد حيكون z، وبنربط بنذكرش m z لأنه خلاص معروفة by default، يعني معروفة تلقائيا. فكون إنهم بيساوي صفر، هم are only correct equations of equilibrium in two dimension. Rigid body is subjected to force as shown. The body can considered as هذه الحالة الخاصة اللي حكينا عنها two force member. هنعرف two force member لاحقا، بس على أساس إنها وردت هنا أو ذكرت هنا في السياق خلينا نتعامل معها. equation of equilibrium اللي أخذناها فوق حنشوف كيف نستخدمها في عملية الحلول. For a given load on the platform, how can we determine the forces at joint A and the force in the length cylindrical أو cylinder اللي هو BC؟ في عندي هاي UBC اللي هو cylinder اللي هي عبارة عن jack، وفي عندي هنا اللي هي البن اللي هي الفورس أو الجوينت أو السبورت، سميها ما شئت، سبورت أور جوينت A، وهنا واضح انها عبارة عن بن. فعشان مش مستحيل تكون فيكست، لانه لو كانت فيكست معنى ذلك انه الذراع بتحركش لا لأسفل ولا لأعلى، بيصيرش في عملية روتيشن دور. لا، هي عبارة عن بن، والبن هذه بتسمح للذراع انه يشيل الاثقال ويتحرك لأسفل لأعلى حسب الارتفاع اللي احنا بدنا اياه. وهذا بي سي اللي هو زي ما قلنا هو عبارة عن جاك، هنتكلم عنه لاحقا ونقول انه او نسميه تو فورس ممبر. السقف هذا كذلك الامر مر علينا قبل كده. Steel is used to support roof joints. How can we determine the support reaction at each of the beam هنا end of the beam؟ قديش الرياكشن هنا وقديش الرياكشن هنا؟ لاحظ هنا الرياكشن عشان اعرف التايب لا السبورت هذه، ده شوف إمكانيات الحركة، هل هنا مسموح له إنه يتحرك لأسفل؟ طبعا
طالما انه غير مسموح انه يتحرك لاسفل معنى ذلك انه هنا في عندي فورس. مسموح انه يتحرك يمين يسارا؟ لا. معنى ذلك انه برضه هنا في عندي ايش؟ فورس رياكشن. طب هان لاسفل مسموح؟ لا. معنى ذلك انه عندي ايش؟ رياكشن. طب هان يمينا؟ ممكن لو فرضنا انه ايش؟ الاحتكاك بين البيم وبين الجدار يساوي صفر او مهمل، ممكن انه يتحرك الى اليمين. وبالتالي هذه ممكن انا اعملها عملية idealization as ruler وهنا as hinge. يعني هذه تمثل الفيزيكال لمين؟ كيس للهنج وهنا لا اللي هو الرولر. Question of equilibrium، لو عندي body is subjected to a system of forces، عليه مجموعة من الفورسز أف واحد أف اثنين أف ثلاثة أف أربعة أف خمسة أف عشرة أيا كان. That lies in XY plane، لأنه أنا بتكلم عن two dimension. When in equilibrium، لما أجي أقول إنه هذا متزن، the net force and net moment acting on the body are zero. إذا الفورسز summation، سواء كان summation forces في ال X direction أو في ال Y direction should be equal zero. طيب والمومنت about any point، لو جيت أخذت المومنت about O أو about this point أو there or this point or this point خارج نطاق الجسم برضو should be equal zero. إذا this two dimension condition can be represented by the three scalar equation. هاي the three scalar equation: summation of x, summation of y, summation of moment about any point. قلنا هو about z axis، لكن احنا بنحطش لانه هي by default معروفة انه about the z axis. والO هنا بس مجرد نقطة، لو كانت summation moment كتبتها تساوي zero بيمشي الحال. Where point O is any arbitrary point، يعني اي نقطة بتكون موجودة. نيجي نتكلم على شغلة مهمة اللي هي 2 and 4 3 force moment. قلنا في بعض الحالات ممكن يحدث عندي استثناءات. كيف؟ او يعني حالات خاصة. كيف الحالات الخاصة؟ لو مجموعة القوى المؤثرة على منبر هاي هنا استطعت اني اجمعها في نقطتين، مش نقطة ولا اكتر من تنتين، يعني ثلاثة او اربعة نقطتين A B، هاي عندي الفورس F1 F2 F3 هاي هم يتجمعوا في نقطة A، ومجموعة اخرى F4 F6 F5 يتجمعوا في نقطة ايش؟ B. هنا لو بدي اجي اخد اعمل الريزلتانت حتكون اللي هي عبارة عن R، وهنا كذلك الامر عبارة عن R، R A او F A و F B. طيب علشان هذا الشكل يكون متزن وتتحقق الشروط تبعته اللي هي شروط الاتزان المعادلات الثلاثة انها تساوي صفر، في هذه الحالة لابد ان تساوي الفورس F A الفورس F B، ومش هيك وبس، يجب ان تعاكسها اتجاها وان يقع على خط ايش؟ عمل واحد. هاي هنا لاحظ لو بدي اجي اطبق معادلات الاتزان summation of x، لنفرض انه خليت x هو المار بالنقطة a و b هيساوي صفر، summation of y فيش عندي مركبات تساوي صفر، والمومنت لانه الفورس تساوي الفورس وتعاكسها اتجاها وتقعان على خط عمل واحد دائما حلقيها تساوي ايش؟ صفر. اذا في هذه لو طبقنا معادلات الاتزان حلاحظ انه الشكل ايش ماله؟ متزن. الشكل هذا متزن. طيب خلينا ننظر الى الشكل هذا. طالما انه في عندي قوتين على خط عمل واحد واتجاههم اما تنشن او ايش؟ كومبريشن، حلاحظ انه الانترنال فورسز اللي بيسووه هو عبارة عن واحدة من تنتين، اما زي ما قلنا هاي اذا كان في هذه الصورة تنشن او كومبريشن اذا اتجاه القوتين اشماله
معكوس، يعني يا إما أنا قاعد بضغط على المسافة ما بين A و B، يا إما قاعد بحاول إني أشد المسافة اللي بين A و B. تطبيقات كثيرة على التو فورس ممبر، أهمها زي ما هنشوف إن شاء الله في الشابتر الجاي التراسز وبعض الماشينز وبعض اللي هي الاستراكشر، لكن التراسز بصفة عامة نعتبرها تو فورس ممبر. إذا تو فورس ممبر is a rigid body with no force قبل، هاي أول شرط، فش عندي مومنت عليه. خلينا نشوف الثلاثة هذول الممبرين. acted upon a system of force composed or reducible to forces at different locations. طيب خلينا نشوف الممبر A B C، كم نقطة عندي القوة؟ هاي عند C E D، في tension at B وفي reaction at A، ثلاث نقاط. إذا لا يعتبر A B C two force member. طب from D to E، لاحظ أن الرياكشن at B، الرياكشن at D، فيش أي forces. الأمر الآخر اللي بدي أهتم فيه إنه الجوينت at B و at D should be bent، فيش كابل. إذن بنلاحظ أن الممبر DB انطبقت عليه الشروط، وبالتالي هو عبارة عن إيش؟ two force member. بمعنى إنه يا ايش يعني two force member؟ يعني القوة المؤثرة عليه اما tension واما compression، واتجاهها بيكون هو نفس خط عمل ايش؟ الخط او الممبر. يعني لو جيت انا بدي اعمل cut هان بعوض عنها بتنشن، طب على اي اتجاه؟ زاوية 45. هذا لاحظ انه حيوفر علي كتير في عملية الحلول في المسائل، حيسهل علي في الحلول. The most common example of the two force member is structural brace where each end is bent. Structure لو كان عندي هنا بين طرف والطرف الثاني اشماله بين الممبر كله، مش واحد يقول لي ممبر زي هنا هاي في بين وهاي في بين، لا، له استمرارية الممبر هنا وهيو اللي هو ايش؟ سي. عند سي في فورس، ات بي في فورس، ات اي في فورس، فعندي 3 ايش؟ فورسز او 3 لوكيشن، مش 2 ايش؟ لوكيشنز. وير ايتش اند از بند تو اذر، لاحظ ايتش اند از بند، لانه هنا البن هنا في الممبر اي بي سي لا تعتبر هي نهاية لمين؟ للممبر اي بي سي. طيب لو بدي اخليه هذا تو فورس ممبر، الممبر اي بي سي، يعني بمعنى اخر لو جينا قصيناه من هان خليناه فقط طوله لعند فروم اي تو بي، وجيت اي دي حركت خليت الفورس ات بي، ساعتها التو ممبرز هذولا بنلاحظ انه تو دي بي اند اي بي صاروا ايش مالهم؟ تو فورس ممبر. تو اذر ممبر از شون ات ذا ليفت. In the diagram notes that BD اللي حكينا عنه is bent at only two locations and thus only two forces will be acting on the member. هنا بنهمل طبعا اللي هو وزنه، وبنهمل اللي هو مش لازم يكون في النص في اي قوة، تمام، بس اللي هو ايش؟ القوة بنلاقيها على البي وعلى وين؟ على الدي. طيب مثال، او مش يعني اللي هي عملية تطبيق او اثبات انه القوتين لازم تكون متساويات مقدارا متعاكسات اتجاها، هيا انا في عندي الممبر، ممبر بي دي ليكن مثلا الممبر اللي تحت، الفورسز هينا جمعناها عند بي، هذه المحصلة للفورسز اللي ممكن يكون عددها 3 4 10 20، المهم كلها بتلتقي ات بي، وممكن من خلال زي ما تعلمنا اني اوجد قيمة المحصلة لها وزاوية ميلها. أدي كذلك الأمر، هيها وهي ثيتا وهي بيتا. فور إكزامبل لو إجينا بدنا هذا الممبر نقول إنه دي أو بي دي إن إكوليبريم، عشان يكون إن إكوليبريم
هنلاحظ انه القوتين لازم يكونوا متساويات عشان يجي هنا ايش summation of y بيساوي صفر وsummation of x بيساوي صفر. كذلك الامر انه خط عملهم اشماله واحد. لاحظ هذا المنبر مضغوط، لو انعكست القوة بصير هذا المنبر اشماله مشدود. اذا المقصود في two force انه الانترنال فورسز اللي موجودة عليه هي عبارة عن اما شد او ايش او ضغط. احنا بدينا هنا نتكلم عن حاجة اسمها الانترنال فورسز. اذا المنبر بي دي هو عبارة عن compression member او compression element، عنصر مضغوط. ممكن لو عكست القوة خليتها لأعلى ومن هنا لأعلى لأسفل يصير ايش tension member. تمام. اذا هذا اللي هو المقصود في two force member. الحالات two force member لا تقتصر على انه الخط يكون اشماله عبارة عن يعني straight، ممكن يكون angle زي ما احنا شايفين. هاي عندي angle، هاي joint A، هاي B، فيش اي forces between them. هاي تلاحظ القوة كلها تجمعت عند نقطتين بين، وبالتالي هذا المنبر برضو اشماله عبارة عن two force member. اذا الشروط للtwo force member: the force are directed along a line that intersects their point of application. هيو خط عملهم هيكون على المستقيم الممتد من نقاط التأثير تبعتهم from A to B. لو مديته ومديته حلاقي FA بتقع على هذا الخط وحلاقي FB تقع على هذا الخط. الأمر الثاني أنه الفورسز متساويات مقدارا، هيو. والشرط الثالث أنه الفورسز متعاكسات اتجاه. إذن علشان يكون في عندي two force member لازم يكون في عندي، أو بكون اللي هو في هذه الحالة شرط، مجموعة من القوى يمكن أن تتجمع في نقطتين، فيش على المنبر أي نقاط أخرى غيرهم. هذول النقطتين عبارة عن بين سبورت، فحلاقي أنه في حالة الاتزان لابد أن يكون القوتين على النقطتين هذول أو على التو سبورتس اللي هو البين سبورتس متساويات مقدارا متعاكسات اتجاهها. خط عملهم هو نفس خط اللي هو إيش الخط الممتد بين كلتا النقطتين. اكزامبل في الحياة العملية في كثير من اللي هي التطبيقات اللي موجودة على التو فورس ممبر، اهمها زي ما احنا شايفين اللي هو الجاك. لو في عندي اللي هو البستون، هذا الجاك هو عبارة عن تو فورس ممبر. طيب تطبيق اخر الكولوم، في كثير من الاحيان يعني احنا للتسهيل هو قد يكون هناك بعض المقاومة احيانا، بعض المومنت يعني مش بيور هينج في المنطقة هذه، مش بيور بين ولا بيور بين تحت، لأنه لو كان بيور بين شو اللي بيصير؟ بتحملش مومنت فبلاقيه إشماله بقع. يعني لو واحد ركز على العمود كان بتلاقيه إشماله بلف بقع إذا كانت هذه بين، لأنه هي البين معروفة عنها بتحمل إكس بتحمل واي، لكن مومنت بتشلش. فلو جينا إحنا هنا افترضنا انه هذا بيور 100% بين، الاصل انه بمجرد ما احط ايدي عليه انا ايش ماله يعمل روتيشن ويقع. لكن واقع الامر هو في بعض يعني ها بارشال فيكسيشن، في تثبيت جزئي هو اللي بيخليه يقاوم نسبيا جزء من ايش من الهورزنتال فورسز، او بيخليه يقاوم عملية الدوران اجينست اللي هي المومنت. طب ليش احنا بنفرضوا انه هنج؟ زي ما قلنا لانه احنا بهمنا التسهيل في الحسابات، تسهيل في عملية اللي هي ايجاد الانونز المجهيل، وبالتالي نظرا لانه ارتفاع العمود كبير جدا بالنسبة لمقطعه، يعني العمود في العادة مقطعه الصغير بيكون عندنا في الغزة مثلا 20 سنتي، ارتفاعه 3 متر، لو بدك تحسب 3 متر بالنسبة للعشرين حتلاقيها 15 ضعف، وبالتالي هذا بخلينا انه كأسامشن نفترض انه هذه اشمالها، ممكن نعتبر انه العمود يعني تو فورس منبر ونتجاوز عن قيمة المومنت اللي ناشئة سواء كان عند التقاءه مع السقف السفلي
او عندي التقائه مع السقف اللي هي اللي اعلى منه. هذا على ارض الواقع. كذلك الامر ممكن اللي هو نشوف هي عندي الشكل هذا عباره عن تو فورس ممبر، الشكل هذا عباره عن تو فورس ممبر، كذلك الامر الشكل اللي احنا شايفينه هنا عباره عن تو فورس ممبر. اذا تو فورس ممبر ما له شكل معين، ممكن ياخذ اي شكل، لكن الشرط الاساسي انه الفورسز تتجمع في ايش؟ تو بينز، هاي بين وهي ايش؟ هاي بين اخر، وان يكون انه ايش؟ اندر ايكوليبريم. تمام؟ طيب نيجي للثري فورس ممبر. لنفرض انه هذا الشرط ما تحققش، بنقول انه عندنا ايش؟ ساعتها حاجه مش تو فورس ممبر، بصير ثري فورس ممبر. Three force member is a rigid body with no force cable, fish moment, acted upon by a system of force composed or reducible to three forces at three different locations or more. يعني الforces هاي force، هاي تنتين، هاي ثلاثة. لاحظ هاي قيمة وهاي قيمة وهاي قيمة. لو عملت امتداد لهم بلاحظ انه كل النقاط القوة ايش مالها؟ تلتقي في نقطة واحدة. انا بديش اياها تلتقي في نقطة واحدة عشان يكون تو فورس ممبر، بدي اياها تلتقي ايش؟ في نقطتين. قلنا كلها يمكن اني اجمعها وين؟ في نقطتين. بنفعش لا اجمعها في نقطة واحدة ولا اجمعها وين؟ في ثلاثة. اذا نقاط التأثير هنا هاي نقطة وهي نقطة ثانية وهي نقطة ايش؟ ثالثة. فهذا بنسميه ثري فورس ممبر. Because all three forces act at different location on the member, their direction and magnitude are not known. طب شو بيختلف اللي هو الان الممبر هذا او اللي هي الممبر هذا؟ كمثال اوضح، هاي عندي بيم، عندي مجموعه من الفورسز تؤثر عليه وهي رياكشن. بلاحظ انه كم فورس عندي؟ هاي وحده external، تنتين، ثلاثه، اربعه، هاي خمسه. اللي فوق اللي تحت هذول الزرق عباره عن رياكشن، واللي فوق اكشن فورسز، ابلايد فورسز. الابلايد فورسز ممكن اني اجمعهم ايش ماله؟ كلهم في ريزلتنت هاي. فكم نقطه صار عندي بعد ما عملت ريزكشن؟ هاي نقطه، هاي تنتين، هاي ثلاثه. هل في امكانيه ان اجمعهم هذول في نقطتين؟ طبعا لا، لانه قوة متوازيه فلا يمكن انها ايش؟ تلتقي في نقطه واحده. قوة متوازية. إذا عندي هاي أنا عندي إيش؟ أول شرط إنه لازم أجمع القوة في نقطتين عشان يكون تو فورس ممبر اختل، وبالتالي هذه لا يمكن أن تكون تو فورس ممبر، هذه ثري فورس ممبر. طب شو بفرق الثري فورس ممبر عن التو فورس ممبر في الانترنال فورسز؟ بفرق كثير. إحنا قلنا هناك التو فورس ممبر القوة الداخلية عادة بتكون إما كومبريشن أو تنشن. طيب هان تو الثري فورس ممبر قال لك لو عملنا قطع حلاقي القوة الداخلية ممكن يكون في عندي نورمال فورس تنشن اور كومبريشن، وحيكون في عندي بيندينج مومنت، وحيكون في عندي كذلك الامر شير. اذا في عندي ايش؟ انواع اخرى غير التنشن والكومبريشن هنا لازم تكون اشمالها موجود. اذا there are two criteria for three force member. Three force must be coplanar. هاي أو هيو. Forces must be either concurrent or parallel. يا بتكون هيها parallel يا إما concurrent، ممكن إنه إيش تلتقي في point زي point B. إذا سواء قدرنا نجمع الforces في نقطة واحدة أو ما قدرناش كانت بتأثر في ثلاث نقاط، في كلتا الحالتين بنسميها ثري فورس ممبر. كيف بدنا نحل المسائل؟ اول حاجه بدنا نفترض اكس واي كوردينيت سيستم، الشغله الثانيه راسم الفري بادي دايجرام، والشغله الثالثه تطبيق معادلات الاتزان. الامر سهل في غايه البساطه. نيجي اللي هو ننتبه لامبورتنت نوتس، انه طالما انا عندي معادلات الاتزان ثلاثة، فاقصى عدد من المجاهيل بقدر احله هو ثلاثة. اذا بقدرش احل اكثر من ثلاث مجاهيل. If you have more unknown، اذا الانونز المجاهيل اكبر من عدد المعادلات، معنى ذلك انه عندي ايش؟ الحالة independent او indeterminate،
والإنديترمنت سيتويشن ما أقدرش إلا أحلها بالستاتيك. We cannot solve this problem using static. طيب الشرط الثاني إني أو يعني الملاحظة الثانية اللي بدي أنتبه لها إن the order in which apply equation we apply equation أي equation اللي أبدأ فيه. والله إذا المسألة يعني هنا ال f x summation of x بتطلع لي مجهول على طول ببدأ فيه. طب افرض إنه summation of y طلقتها بتطلع لي مجهول ببدأ فيه. افرض إنه المومنت summation of moment about any point يعني بتطلع لي مجهول برضو إيش ببدأ فيها. هنلاحظ شغلة إنه في كثير من الأحيان المعادلة الأكثر استخداما لأنك تبدأ فيها هي summation of moment about point بتخلي جزء من المجهيل أو مجهولين من الثلاثة إشمالهم يتلاشى، وبالتالي بيبقى عندك مجهول واحد تستطيع أنك توجده زي ما حنشوف في الإجزامبل. If the answer is negative معنى ذلك اتجاهك غلط، والمفروض أن يكون الاتجاه معاكس. القيمة صح لكن بس بدك تعكس الاتجاه، وبالتالي بتعيدش حل السؤال بس بتفهم أنه إيش الاتجاه معكوس. إذا الاتجاه بوزيتيف معناته أنت إيش حلك صحيح. نيجي نشوف example. Weight of the boom 125 pound هذه center of the mass G and the load is 600 هذه الذراع 125 pound والweight 600 pound وهنا هيجاك بمعنى انه force in this direction from C to B وهنا at A في عندي ملاحظة انها بين وبالتالي في عندي حيكون مركبة في X ومركبة في إيش في الواي. أول خطوة بدي أرسم هاي بوت XY coordinate هاي حطينا ال XY coordinate. الخطوة الثانية free body diagram ونشوف إذا كان في عندي two force member ولا لا. في عندي واضح إنه هاي عندي two إيش force member اللي هو الجاك وبالتالي هاي اللي هو ال free body diagram. هاي الفورس اللي هي عبارة عن 600 125 باوند اللي هي على بعد 4 from A هاي من هلا هنا 4 وبالتالي على بعد 5 من عند الحمل لأنه المسافة هذه 8 زائد 1 9 ناقص 4 فبطل عندك المسافة هذه 5. هاي القوة المؤثرة في الجاك FB مايلة بزاوية مقدارها 45 درجة نفس زاوية اللي هي الميل اللي هان وهي الفورسز at A AX AY. طيب المسألة هذه لو أنا بدي أجي اللي هو أحلها نشوف أي معادلة اللي نبدأ فيها. لو جيت أخذت summation of X حلاقي عندي مجهول اللي هو المركبة ده FB FB بدنا نحللها FB كوساين الأربعين و FB ساين الأربعين حلاقي إنه في عندي هاي إيش مجهول والـ AX مجهول. طيب summation of y AY of FB برضو مجهول FB sin اللي هي ايش الاربعين. طيب لو بدي اجي اخذ المومنت about this point او this point او this point or any point except A حلاقي انه برضو بضل عندي مجهولين. لو اخذتها حيضل عندي AX و ايش AY. طيب لو اخذتها at A المومنت summation moment about A حلاحظ انه AX و AY بمروا بالنقطة فالمومنت الناشئ عنهم يساوي صفر وبالتالي بضل عندي اللي هي FB طبعا بمركباتها بتأثر about A والفورس 125 بتأثر about A وال600 بتأثر about A فعندي مجهول واحد بنحل. إذا هاي عندي اللي هو الفري باد دايجرام. هاي هنا بدي احل summation moment about A 125 ضرب 4 اللي هي المسافة من هلا ها زائد 600 ضرب 9 نفس الاتجاه minus FB sin الأربعين في البعد هذا اللي هو واحد minus FB cosine الأربعين في البعد اللي من هلا ها تساوي واحد. بنلاحظ انه المعادلة فيها مجهول فقط اللي هو ال FB إذن FB تساوي 4109. طالما طلعنا اللي هو المجهول هلقيت السيان سواء أخذت F summation of X
او summation of y بيساوي صفر، بضل عندي مجهول واحد. اذا ناخذ summation of x زي ما هو ماخده، ax زائد 4188 اللي هي قيمة الفورس at b، كوساين الاربعين اللي هي المركبة الافقية، فيش غيرهم، تساوي صفر. اذا ax تساوي ماينس 3210. هاي الاشارة بمعنى انه كان الاصل اني افرض الاشارة يشملها السهم يكون عكس السهم، هذا ما بعدش حل المسألة ولا اي حاجة، بس بدي انبه انه الاشارة هاي معناها. طيب summation of y في عندي 125 مثلا، نفترضها لاعلى هو موجبة بالسالب، هي 600 بالسالب لانها نفس الاتجاه، 4188 ساين الاربعين لاعلى، وفي عندي AY. اذا AY زائد 4188 ساين الاربعين ناقص 125 ناقص 600 تساوي صفر. اذا AY برضو لاحظ انه طلع ايش؟ بالسالب، معنى ذلك انه اتجاهه معكوس. طيب مثال اخر، عندي لود اون ذا بنت، مصورة طاجينها بالشكل هذا، ركزناها على سطح املس يميل 15-13 المثلث، ارتفاعه من ارتفاع هذا 2 feet قدمين، 3-3 في قوة في النص، اثرت مقدارها 100 pounds. هنا كولر، الكولر هذه عبارة عن يعني اسطوانة منزلقة حوالين بار سيخ او يعني ماسورة، وفي اسطوانة خارجية منزلقة حواليه، يعني ممكن لو جربنا انه نقيم القوة اللي هي بي، افترضنا القوة مش موجودة سواء المية او المتين باوند قدم مش موجودة، وجربنا انه نرفع الفورس في هذا الاتجاه، نحرك اللي هي من هنا بنلاقيها ايش مالها تتحرك لاعلى، لو جربنا كذلك الامر انه نشيل السبورت من هنا لاسفل بنلاقيها ايش مالها ايه بتتحرك. اذا لو عملنا كت في الماسوره بنلاقي انه ايه الممانعة اللي فيها ممنوع تتحرك يمينا يسارا، ممنوع تدور، لكنها لاسفل لاعلى حنلاقيها ايش مالها تنزلق حوالين اللي هي المسؤول. طبعا بده الرياكشن ات بي والرياكشن ات اي. هاي الفري بادي دياجرام، عندي الفورس 100 والفورس 200، هاي الفري بادي دياجرام ات بي، قلنا قوة عمودية بتكون على سطح التماس او سطح السطح اللي هو الارتكاز، وهي هنا بنلاحظ انه في عندي فورس في هذا الاتجاه عمودية على سطح الارتكاز، فيش حركة، لكن وفي ممانعة على الدورة، مجهول 2-3. نيجي ناخذ المومنت about this point، كم مجهول عندي بضل؟ هي 1 هي 2. طب المومنت عند النقطة هذه برضو حيضل 1-2. summation of x هي مجهولة 2، summation of y برضو مجهولين. اذا هنا فيش امكانية للحل الا اني اكون 3 معادلات اتزان بثلاث مجاهيل، والثلاث معادلات بثلاث مجاهيل أحل. إذا summation of x عبارة عن 4/5 ان اي، لأن هاي الزاوية هنا مايل 4/5، ناقص 5/13 ان بي تساوي صفر. طيب summation of y 3/5 ان اي زائد 12/13 ان بي ناقص 100 تساوي صفر. والمومنت about any point، لو حلينا النقطتين هذول او حلينا المعادلتين هذه، بنلاحظ انه المعادلتين عبارة عن مجهولين، في المعادلتين بحلهم بطلع ان اي وان بي، هاي ان بي 82.5 تقريبا، وان اي 39.7. هلقيت باجي باخذ اللي هي المعادلة الثالثة، المومنت about a تساوي ام اي، الفورس هذه بتمر في النقطة اي فبتسببش اي مومنت، المية ضرب 3، والفورس هذه بمركبات المركبة الأفقية ضرب 2، والمركبة الرأسية ضرب 6، والمتين هاي عندي 100 ضرب 3 اللي هي الفورس اللي هان، ناقص 200 اللي هي المومنت، طبعا هنا ناقص لأنها بتدور مع عقارب الساعة، زائد 12/13 المركبة
الرأسي أو الرأسية ضرب 6 هي 12 على 13 ضرب المسافة من هلا هان 6 ناقص 5 على 13 ضرب 2 اللي هي المسافة الأفقية تساوي 0 مجهول 1 أم A تساوي 106 باوند. نرجع للكويز اللي هان. لو بدي لاحظ هنا for this beam how many support reaction هلاحظ انه 3 رولر 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 هاي رولر وهاي رولر وهاي رولر 3 اذا 2 غلط عندي 3. طيب السؤال الثاني هل هذه statistically determined او بمعنى اخر هل هي متزنة؟ لو اجيت انا بدي احل المسألة هذه هذه لا يمكن ان تكون متزنة الا اذا كانت اف المايلة هذه صفر. ليش؟ لانه اف المايلة هذه لها مركبة افقية ولاحظ انه في الرياكشن ولا سبورت بتعطيني مقاومة لمين؟ للقوى الافقية. وبالتالي اذا كان لها قيمة حيصير في عندي معادلة غلط. لنفرض إلها قيمة مثلا مركبتها الأفقية 10 حيصير summation of x بيساوي 0 بمعنى أنه 10 تساوي 0 وهذا إيش ماله رياضيا هذا الكلام غير صحيح غير منطقي اللوجيك. طيب معنى ذلك أنه هي determinant ولا indeterminant؟ إذا في ظل وجود الفورس هذه واللي واضح أنه إلها قيمة هي indeterminant بمعنى أنه no الجواب إذا the problem statistically determinant no. لاحظ هذه تماما لو عندي عرباية سيارة هاي عجل 2 3 الجير محلول والهند بريك محلول أو نازل وجيت ضغطت عليها فورس بلاقي إنه السيارة إشمالها تتحرك بلاقي إنه السيارة تدحل تتحرك بمعنى إنه الاتزان تبعها أو ليست متزن. طيب مثال تاني أو كويز تاني. Beam AB is loaded and supported as shown. How many support reaction are there on the beam? عندي pin ممكن وبالتالي هنا في عندي forces. طب وهذا قال لي fixed في عندي 3 3 و 1 4 أنا الحد الأدنى اللي مطلوب عندي 3 إذا النونز هنا عندي 4 يا هادي يا هادي. طب عشان المطلوب الثاني is this problem statistically determinant؟ طبعا ممكن هنا لو في forces يصير هنا في عندي reaction إذا كانت هذه مش بين بس هو واضح إنه قال لي هادي اللي إيش اللي fixed هنا مش بين ومش بين يعني كان في نوع من الفيكسيشن ساعتها بيصير بدل 3 حيصير اكثر يعني حيصير هنا لو كان هنا في قوة يعني هذا المنبر مش 2 فورس منبر خلينا نقول بمعنى ادق مش 2 فورس منبر ساعتها هيكون في عندي رياكشن رأسي ورياكشن ايش افقي وبالتالي ممكن يصير 5-5 حسب انت ممكن دياجرام صغير امام المسألة لو اجتك مسألة زي هذه توضح ايش اللي هو المقصود أو إذا كان أنت مش فاهم إيش المقصود في اللي هو الرسم يعني إذا اعتبرت توب فورس ممبر بكون 4 إذا ما اعتبرتوش توب فورس ممبر حيكون عندي 5. المطلوب الثاني is this problem statistically determined هل ممكن حلها؟ احنا قلنا حتى نستطيع أن نحل المسألة يجب أن يكون عدد المعادلات مساوي لعدد المجاهيل. في كلتا الحالتين عندنا عدد المعادلات أكبر من عدد إيش من عدد المجهيل وبالتالي بنلاحظ انه هذه المعادلة indeterminate. Is it stable? Yes. ليش؟ كيف بدي اعرف انه stable ولا لا؟ تعال نجرب هل يمكن المنبر AB يتحرك يمينا يسارا؟ نقول لا. لأعلى لأسفل؟ نقول لا. هل ممكن انه يدور؟ برضو كذلك الامر لا. اذا الاجابة no 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 معنى ذلك اللي هو ايش الحالة هذه stable. No movement in X direction, no movement in Y direction, no rotation about z direction بتكون معنى ذلك انه هذا ايش ماله stable. طيب هاي عندنا كذلك الامر اللي هو حاله مشابهه للحاله تبع التوي which equation بقول لي if equilibrium allows to determine fb direct
يعني لو بدي ايش اوجد اف بي مباشرة summation of x مجهولين بتوجد هوش summation of y مجهولين برضو مركبة البي ومركبة اي واي. طيب summation moment about a هنلاحظ انه بضل عندي ايش لان القوة هذه اي واي واي اكس المومنت اللي بيحدثوه أولين حوالين الـ A يساوي صفر وبالتالي بيطلع عندي مجهول واحد اللي هو قيمته اللي هي الـ FB. إذن الحل هو عبارة عن summation moment about A تساوي زيرو. طيب مثال آخر أو A beam is supported by pin joint. هنا عندي لوح دقيناه في مسمار وركزنا على support. How many support reaction are there? هاي هنا واحد وهون قديش تنين لأنه هادي بين إذن ثلاثة. And is the structure stable? لو ما ذكر ليش الباقي وقف نقطة عند stable في الوضع الطبيعي اللي هو هيك هل يمكن أن يتحرك يمين؟ نقول نو يسار نو يدور برضو نو يدور بالوضع الطبيعي. طب ليش هيختلف جوابي؟ الأحمال الرأسية في معظمها بتكون under gravity وبالتالي الحمل حيكون ايش لأسفل. الحمل الطبيعي default انه الحمل يكون شماله لأسفل وبالتالي لو كان عندي أثرت انا بحمل ضغطت بإيدي هل يمكن انه هذه النقطة تدور؟ نقول لا معنى ذلك انه استيبل. لكن كلمة for all types of loading احنا قلنا default load لأسفل لكن لما نقول لي all types معناته لربما احتمال واحد في الالف انه يكون الحمل مين من اسفل الى اعلى. لو جيت انا اثرت بقوة من اسفل الى اعلى بلاحظ انه هذه النقطة بدأت ترتفع وبدأ يصير في عندي عملية ايش دوران. اذا جوابي انعكس من yes to ايش to no. جوابي انعكس من انه متزن الى انه غير متزن. اذا 3 وايش وهل هو متزن لكل الاحمال for all types يعني هذه الكلمة for all types هي اللي خلتني اقول انه no. لكن لو قلت for all او for typical types of loading typical types بنقول انه ايش لاسفل فبصير الجواب اشماله yes. اذا لما انا بدي اجاوب مسألة بدي اكون ايش واعي ومنتبه كيف بدي اجاوب. الامر الاخير بنلاحظ اللي بدي اياكم يعني متاح امامكم في عندنا مجموعه كبيره من الاكزامبلز في الكتاب يا ريت رجاء يعني انه على الاقل نحاول نحل الاكزامبلز لحالنا. هي الاكزامبلز محلوله ومن ثم نقارن اجابتنا اجابتي انت بتحلها لحالك بالإجابة اللي في الكتاب. والله إذا لقيت إنه الإجابة متشابهة بكون خير وبركة. وشوف خطوات الحل كذلك الأمر. قارن الفري بادي دايجرام اللي أنت رسمتم على الفري بادي دايجرام اللي إيش اللي موجود في الكتاب. قارن الأرقام الخطوات شوف إنه أنت ماشي صح أنت فاهم ولا في عندك إيش إشكالية. إذا كان الأمور عندك تمام تتجه بعد هيك للاستزادة بتحل لك سؤال اثنين ثلاثة وممكن تكتفي يعني في اللي هي مثل هذه الأسئلة لأنه في الغالب السيناريو أو السيستم عبارة عن واحد. هنلاحظ أنه هاي عندي مثال هاي مثال تاني لبكرة وهنا ممكن اللي هو أنا أحله بطريقة مختلفة. طبعا هنا حل التي بهذاك وحنشوف كيف أنه هذا كيبل قال لي فريكشنليس بمعنى الاحتكاك وهو كيبل غير مربوط. قلنا من شروط الكيبل أن التنشن في الكيبل في جميع جزيئاته وإشمالها بتكون واحدة وبالتالي الفورس ات سي هنا اذا كان انا فاهم حقول دغري مباشرة انه تساوي ايش 100 واتجاهها في اتجاه اللي هو الكيبل او التنشن ان كيبل يساوي. هاي مثال اخر ارتكاز بسيط هان رولر او سموث سبورت هنا بين تنين وبالتالي هاي عندي اللي هو ايش عملية التحميل. لاحظ لو التغى الحمل هذا ومنعكس المومنت حيبدأ هذا يرتفع لأعلى وبالتالي حيصير هذا الشكل كله قابل للدوران. إذا الاستابيليتي تبعته إيش فقدها بطل متزن بطل الشكل متزن.
لكن في الوضع الطبيعي انه الحمل لاسفل تحت تاثير الاحمال هذه هو ايش ماله؟ متزن. لو المومنت انعكست بقوه، يعني لو جيت انا في ايدي رفعت من هنا لاعلى، هلاحظ انه حيبدا يبعد عن النقطه بي، وبالتالي طالما انه بدا يبعد عن النقطه بي معنى ذلك فقد اتزان. كذلك الامر، هاي مثال اخر لجوينت ات اي، وهي انا ات ايديا، هاي بي وهي سي، والنقطة عندي اللي هو بوكس، انا بدي احاول افك السمولة اللي موجودة البرغي هنا ات اي. طبعا بوجود القوة هذه بعمل ايش؟ عزم ازدواج انا حوالين المومنت، وبالتالي بقدر اني افكه وبقدر اوجد اكس وواي. هاي قديش اي واي وقديش اي اكس وقديش المومنت اللازم علشان اقدر ايش؟ تبدأ هذه تعمل عملية دوران، أو يبدأ البرغي يعمل عملية دوران. هاي مثال آخر زي المثال اللي قبل شوية حليناه، هاي كذلك الأمر مثال آخر. بنلاحظ مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة والأمثلة بإمكانك اللي هو تطلع عليها وتجرب. هاي مثال آخر لرافعة مع كابل وبده التنشن في الكابل، قديش قيمته والسبورت ات اي الرياكشن قديش. هاي اللي هو كذلك امر مثال اخر، بنلاحظ انه هاي في عندي مومنت وفي عندي فورس، هاي هذه اللي سميناها كولر، بنلاحظ انه الحركة هيك ممنوعة لكن اللي اسفل اللي اعلى مسموحة، لكن المومنت ممنوع. طبعا الممنوع معناته في رياكشن، أنا الحركة لأسفل ممنوعة معناته في رياكشن كده، ممكن هذه عجلة تدحل مسموحة والدوران طبعا مسموح. إذا هاي عندي ان بي، هاي 2 فورس ممبر اند 3 فورس ممبر، تكلمنا كذلك الأمر عنها. وهي مثال بلاحظ ان الممبر اي بي سي هل هو 2 فورس ممبر؟ لا. ليش؟ لأنه عندي هاي هنا في عندي رياكشن، ات بي في عندي رياكشن، at C في عندي فورس، إذا الفورسز هي عبارة عن كم نقطة؟ 3، وبالتالي هو مش 2 فورس من. لكن المنبر هذا الزاوية هاي هنا عندي بين في فورس في رياكشن، at D كذلك الأمر في رياكشن هيو. إذا علشان يكون هذا الشكل متزن لابد أن القوتين اللي هي عند B وعند D يكونوا متساويات مقدار متعاكسات اتجاه وخط عملهم from D to B أو B to D سيا. وبرضو كذلك الامر هذا تطبيق ابلكيشن على اللي هو 2 فورس ممبر، هذا زي ما قلنا عباره عن 3 فورس ممبر، ما نقدرش اللي هو نعتبره 2 فورس ممبر لانه هي هنا جرب لك اياها، قال لك انه النقاط لو بدها تجمعها حتتجمع وين؟ في 1 بوينت، سواء 1 بوينت او 3 بوينتس، في الحالتين بتكون مش 2 فورس ممبر. هي مجموعه كبيره جدا من الاسئله، يكفي انك تجرب. طبعا هذا اللي هو هي هنج هنج، وبالتالي هذا عبارة عن 2 فورس ممبر، هاي عندي مجهول وات اي بكون في عندي مجهولين، اذا 3 مجاهيل. هاي كذلك الامر هنا في عندي كابل، في عندي ات اي رولر برضو اللي هو ممكن يكون في عند الوزن at G، وفي عندي هي هنا برضو at C نقطة اللي هي انزلاق يعني عليها. هاي هان كذلك الأمر مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة، احنا قلنا يكفي. طبعا الأسئلة اللي ميكانيكال مش سهل انك تستوعبها، مش ضروري يعني، احنا لو حلينا بعض الأسئلة زي هذا زي الأسئلة هذا زي هذا الأسئلة اللي سهلة يعني، ممكن يعني أنت تشعر أنه هاي هنا مثلا مثال طبيعي للإنسان، الإنسان كيف اللي هي نقاط الارتكاز at A و B وقديش اللي هي بكون عملية الارتكاز أو ضغطه على سطح الأرض. هي كذلك الأمر هنا مثال آخر لـ structural system زي فريم برضو كذلك أمر. بنلاحظ أن مجموعة كبيرة من الأسئلة، يعني آمل أنه زي ما اتبعين نحاول قدر الإمكان نحل جزء منها، نتبع أول بأول يعني
انا عارف انه الامر لا يخلو من صعوبه، لكن لابد يعني انه نحاول لنثبت انه ممكن نتجاوز ان شاء الله كل المشاكل اللي ممكن توجهنا، ونستطيع نتفوق وننجح ونصل ان شاء الله لموضوع حديثنا في اللقاء القادم، كوليبريم ان 3 دايمنشن، وحنشوف ايش بيفرق عن التو دايمنشن. يعني الى ان يعني نلتقي، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.